انطلاقا من سياستها المرتكزة على دعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية في الظروف الطارئة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، جاءت شحنات المساعدات الطبية والإنسانية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة، كان آخرها المساعدات لجمهورية مقدونيا الشمالية وجمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية الصومال وجمهوريتي ألبانيا وأنغولا، ومن قبلها حزمة من المساعدات لعدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، لتترجم بذلك دولة قطر التزامها بمد يد العون لمختلف دول العالم من كافة القارات لتجاوز أزمة فيروس كورونا. وفي ذات الإطار وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون بهدف الاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. يستفيد من المشروع قرابة 140 ألف لاجئ معظمهم من الأطفال موزعين على 12 مخيما. دور كبير تقوده الدوحة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا وانتشار الجائحة على مستوى العالم لم يقتصر على تقديم العون والمساعدات للدول الصديقة والشقيقة، بل جاء أيضا من خلال قيام الناقل الوطني عبر أسطوله للشحن وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في تأمين 36 طنا من المساعدات الطبية وإيصالها من مدينة شنغهاي الصينية إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتسلمها اليونيسف لوزارتي الصحة والتعليم الإيرانيتين للمساهمة في جهود مكافحة وباء كورونا. كما سبق للقطرية للشحن أن قامت بنقل ما يزيد عن 80 طنا من المساعدات إلى عدد من دول العالم، وقامت الخطوط القطرية بنقل أكثر من 1 مليون شخص من العالقين وممن تقطعت بهم السبل وأعادتهم إلى بلدانهم. جهود حثيثة تقوم بها دولة قطر انعكاسا لسياستها الخارجية الرامية إلى تسخير قدراتها لخدمة إنسانية في ظل جائحة كورونا، لتقدم ما يمكن أن يسهم في القضاء على الجائحة والحد من انتشارها.